بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر ضمن فعاليات تمهيدي وختامي المرموم. وها هي انطلاقة الشوط الثاني، والشوط الثاني يضم نخبة من اللقاية الابكار، المهجنات، العصايل لأبناء القبائل. جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة، بقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. مباشرة بنصير بكم مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول النايفة للسيد فهد بن بخيت بن علي المري، لكن ينخطف المركز الأول في هذه اللحظات الشاهينية للسيد عبيد بن سالم بن سيف الراشدي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري الغربية. وفي المركز نشوف المركز الثالث في هذه اللحظات، يا سلام، منصورة مناورة مناورة مناورة. تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على فوز مناورة بالمركز الأول. المركز الثاني منصور للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث جبارة في المركز الثالث للسيد عبيد بن ناصر بن دقاش العامري. بقية المركز الرابع للسيد محمد بن سعيد بن منانة اجتبي. بقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية، ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول مناورة إلى خط النهاية. ها هي مناورة 6:07.3 من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. سلام سلام عليكم يا أهل الغربية، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. المركز الثاني منصورة 6:07.4 من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثالث. جبارة 6:09. تهانينا للسيد عبيد بن ناصر بن دقاش العامري، وتهانينا للجميع والناموس.